يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء عن بعض السلف تفسير المقام المحمود بأنه إقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، هل هذا التفسير صحيح؟ نعم، هذا ورد في حديث وهو من المقام المحمود، ليس هو المقام المحمود وحده، ولكن هو من المقام المحمود، من المقام المحمود الشفاعة، ومنه إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش. نعم، هذا ثبت موجود. نعم، ذكره ابن جرير وغيره تفسيره. نعم، ذكره الإمام ابن القيم في النونية كما مر بكم. نعم.